түнү бою орозо кармап, түнү бою уктабастан ибадат кылгандын теңине барабар сооп болот экен. Канчалаган уйкудан калып, канчалаган кыйынчылык чегип орозо кармап, Аллага жакын болуу максатында аткарылган иштердин бардыгы жакшы кулк мүнөздүү инсандын жашоосу менен барабар болот экен. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر الله أكبر. كلما هل هلال وأبدر، الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر. الله أكبر عدد ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر. الله أكبر كلما نبت نبات وأزهر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر، وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لكم عيدا يعود في كل عام مرتين، نقاكم به من درن الذنوب وطهر، وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر. فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه بأشهر الحج إلى بيته العتيق المطهر. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصر، وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر ودبر فيسر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، وصاحب اللواء والكوثر، نبي نصر بالرعب مسيرة شهر، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما لاح هلال وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، واعلموا أن السعيد ليس من أدرك العيد ولبس الجديد، إنما السعيد من اتقى الله فيما يبدي ويعيد، وفاز بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد، ونجي من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم السديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تذكر قول ربك سبحانه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد اغسلوا أرحامكم، قال صلى الله عليه وسلم، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليسيل رحمه. عباد الله، تذكروا الأيتام وارحموكم برحمتهم تلين القلوب القاسية. وجاء في الحديث، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له، أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك
ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. عباد الله، استوصوا بالنساء خيرا وعاشروهن بالمعروف وأدوا حق الله لهن، واعلموا أنهن خلقن من ضلع أعوج. إن أردتم أن تقيموهن على رقابة بتربية بناتكم تربية على نهج النساء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واختم بالصالحات آجالنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبهدي محمد النبي الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والشكر له على آلائه ونعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب رحيم عفو كريم، يغفر الذنوب ويستر العيوب، يجيب الدعوات ويضاعف الحسنات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين والناصح المبين، رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه ومحيت سيئاته وكثرت حسناته ورفعت درجاته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،